تقريبية معلومات عامة نستفيد منها في بابنا أو في منهجنا في الصف الثالث ثانوي. النسبة التقريبية باي، ماذا نعرف عن باي؟ أول حاجة تعريف الباي، هي النسبة بين محيط الدائرة وقطرها. معنى تعريف الباي هي النسبة بين محيط الدائرة وقطرها، معنى النسبة بين محيط الدائرة وقطرها سموها باي، وباي هي نسبة شنوها التقريبية. لاحظوا أن هناك نظامين للباي، نظام يسموه نظام الستيني، وإذا كان نظام الستيني فنعمل في الباي على أن زاوية وتعادل 180 درجة. هناك نظام آخر يسمى نظام الداري أو نظام الراديان، وإذا عملناه بنظام الراديان معناها عملها قيمة، وإذا عملنا قيمة الباي معناها هي 22.7 أو 3.14، لكن دائما نعمل فيها على أن بسط مقام 22.7 سميناها من باي. ذو الطالب يتعلم كيف يحول من نظام ستيني إلى نظام داري ومن داري إلى ستيني. التحويل من نظام ستيني إلى دائري، ناخذ الزاوية العطيلية نربى في باي نقسمها 180، إذا التحويل من ستيني إلى دائري سين في باي على 180. أما التحويل من دائري إلى ستيني ناخذ الزاوية العطيلية أو القيمة العطيلية نربى في 180 نقسمها الباي، إذا أصبح لدي معلومات عامة عن نسبة تقريبية الباي، وعرفت الباي تعريفها هي نسبة بين محيط الدائرة وقطرها، وقلنا هناك نظامين، نظام اسمه نظام الستيني وتعادل 180 درجة، ونظام آخر نظام داري يسموه نظام الراديان، والباي فيه 22.7. والطالب ضروري يتعلم كيف يحول من نظام ستيني إلى نظام دائري، يأخذ القيمة أو يأخذ الزاوية يضربها في باي ويقسمها على 180، ويتعلم أيضا كيف يحول التحويل من دائري إلى ستيني يضربها في 180 ويقسمها على باي. بهذا الشكل كنت كملنا باب حساب المثلثات. على أن نلتقي في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.